أقسام زيارة القبور. زيارة القبور على ثلاثة أقسام. ما نايل أهل دفي نوني بتشي ويقول وقول زيارة قبر. نعم، زيارة شرعية. نوادي يقول جورا قلن قبر أنا نهاري ما كوكو ياميرا. الزيارة الشرعية أولا أن ينوي لابد بهذه الزيارة للقبور تذكر الدار الآخرة، يتذكر الموت، يخاف من الله. جورا قلن قبر أوتيك وبي أني أرنون كوني يارد وجورا قبر أنكو في أندو تقول نياند جانغو. نعم، الثاني ألا يشد إليها الرحل، يعني لا يسافر لزيارة القبور. ما أنا فيه يقول زيارة سلو وأنا أقول حق بقاس المدو وسيتو فيه يقول تنجور يقول قبر تن هرك أنه تقول يكون نبي مكو. الثالث أن ينوي بهذه الزيارة الدعاء له وللأموات. تمون فيه زيارة سلو هرك أني ما أنك وطرنا قول هوري ما كجم أطرنا قول إنفوري جيت أتون. فإن نوى دعاء الأموات من دون الله هذه الزيارة الشركية، بل هي الشرك الأكبر، نسأل الله عليه والسلام. سيؤتي قلو أنك جورا قلن قبرونك ويقول ترى يوبين ما يبدون ترى يقول بأنهم في هنت يقول هاجو جمكو هنتوك شرك جنوني أننا هرما الله يافتاكم سيؤتي ما يمتوبان. وإن نوى دعاء الله عند الأموات يظن أنه هذا المكان مكان مبارك يدعو الله يعني مثلا الرزق أو الزوجة أو الولد الصالح، فهذه زيارة بدعية والله أعلم. كونون سيوتك إمك يهي كبرنا أبورتون كأني ماكو عندك ترى قول الله كونون في بيوان دمن جاب قول دعاء أو فوره ولا أو قبروني إنه نوانا سببو الله جاب الدعاء وانو كو زيارة بديان كيوني إنه دعاء كواد يدي.